أبدا يا عزيزي، أنا في وجهة نظري ما زلت أقول أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي الهدف الحقيقي الذي يبقى أولوية في عين صاحب القرار، سواء في كييف أو حتى في موسكو، لأنه سيعتمد هل يريد أي طرف من هالأطراف، سواء الطرف الأوكراني أو الروسي أو المتحالف على جانبي هذه الأزمة، هل يريد تقديم نصر دبلوماسي لبايدن أم لا؟ والسؤال الذي يأتي ويبنى عليه، إن أتى، وهو الأرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري هو دونالد ترامب، إن أتى وعاد ترامب الذي تعهد بإنهاء هذه الحرب خلال 24 ساعة، هل يريد هذا الطرف إبقاء قناة للتواصل؟ زيلينسكي قالها صراحة أنه قلق من عودة ترامب. بوتين هناك صمت، ولكن هناك أيضا نوع من التفهم والتطلع بوسائل الإعلام الروسية كثيرة من أن قد يكون هناك عقلانية أكثر عند الجمهوريين وخاصة الجناح الأقرب لترامب، وأن ترامب لن يقبل باستمرار هذه المهزلة وأن نكون على حواف حرب عالمية ثالثة. فبالتالي عزيزي، من مصلحة أوكرانيا وروسيا ومن يتحالف مع هاتين القوتين المتحاربتين أن يحسب، يعني يحسب بشكل دقيق ما هي المخاسر والمكاسب التي تترتب على أي تصعيد فيما تبقى. عمليا أقل من عام ونصف، أقل من عام ونصف تبقى لحسم هذه الأمور، فإما أن تقوم باستمرار بحرب استنزاف تبقي المجال أمام القيادة الجديدة في البيت الأبيض 2024، وإما تستبق الأمور فتصبح الأمور أمرا واقعا على أي رئيس في البيت الأبيض أن يتعامل معه.